بالنسبة للدراري اللي كيشوفونا، الله يرحم الوالدين، واش كاين الصوت؟ واش كيوصلكم الصوت؟ إلا كيوصل الصوت شي واحد يجاوب. كاين الصوت؟ إلا كاين الصوت الرفاق، إلا كاين الصوت إلا كيوصلكم الصوت شي إشارة نعرفوا بلي اللايف راه واصل. شباب الى كاين الصوت خبرونا بلي راه اللايف واصل. اجازيكم كاين الصوت؟ شباب الى كاين الصوت مزيان. اولا نعتذروا على هذا التاخر ديال واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق. شباب الرفاق الله يجازيكم، الى ما بارطاجيو معنا، بارطاجيو هذا الفيديو يوصل. كنطلب من الرفاق يبارطاجي ما امكن باش يوصل المضمون تاع هذا الفيديو. اولا كيقول لك اذا حييتم بتحيه فردوا بمثلها او احسن منها، وانا عاجز باش نرد باحسن منها، لهذا غادي نرد باش امكن كنحيي هاد الناس عاليا اللي كيتضامنوا معايا في هاد القضيه، وكنشكرهم بزاف لان وجودكم والدعم ديالكم كيقوي مزيان معنويا، كيرفع المعنويات، وكتحس بلي ما راكش بوحدك، كاين الناس معاك. لهذا كنشكركم بزاف كاملين ولاد البلاد. اولا في المدخل ديالنا نترحموا على الشهداء، والمجد والخلود للشهداء، وتحية عالية للأحرار والحرائر. لهذا بغيت نعرف على القضية ديالي من خلال هذا اللايف، وخلال أول مرة أنني درت هذا فكرت أنني ندير هذا اللايف. نظرا القضية ديالي شدت بزاف نتاع الوقت، وكما كتعرفوا ولاد البلاد، كما كتعرفوا راه ربما ما كيخفاش عليكم الطريق هذا اللي رحنا شادين، كيطلب دائما النضال والمزيد من النضال، ولازلنا على هذا الدرب، وكنتمناو الحرية كافة المعتقلين، معتقلي الحركة الاحتجاجية، ومعتقلي الرأي، الحرية لهم في القريب العاجل كاملين. لهذا غادي نحاول نعرف شويه على
بالقضية وندخل في الموضوع حتى لا أطير. الخوت والرفاق ربما بعد يعني واحد المدة طويلة، يعني واحد المخاض نتاع ما بعد يعني ما بعد ما خرجنا من المعتقل، كان واحد الجدال وأخذ ورد في هذه القضية ديال الحصول على العيش الكريم، ومن الرفاق اللي كيتمنى أنه يحصل على الشغل، ومنهم اللي كيتمنى أنه يحصل على باش يعيش العيش الكريم. أنا واحد من الرفاق اللي حتى أنا صبرت ما يكفي، وكل كيعرف ربما نعرف براسي مزيان أنني مول الوليدات وراجل شوية كبير، وهذه قررت حتى أنا نفكر في وليداتي ونفكر في حياتي. اضطريت أنني نمشي نبحث على كيفاش كيدار هذا الشيء. المهم دقيت البيبان هنا، أول حاجة راسلت العامل نتاع الإقليم جوج مرات، لا إجابة، لا إجابة تذكر. العمالة واحد الوقيتة من بعد الخروج ديالنا من الاعتقال قصتها هكا على أساس أنها شوفوا كيفاش، واش كاين شي باب مفتوح، واش كاين شي كيقول لك مزيان مرحبا كدا. المهم راك عارفين ربما هاد الديسكور هذا نتاع قتلك ما يحييك، الناس غير كيقولوا غير كيهضروا وراكو عارفين ما معنى غير كيقولوا. هادوك مديورين، كاين تما اللي مديور غير كيقول كيهضر، بغيت تسمع له حتى تعيا يقول لك واه مزيان كذا، ولكن شي حاجه ما كايناش، الجدوى ما كان. من بعد نصحوني الرفاق انني نشوف مدير المكتب الجهوي في وجده، حقاش هذا اللي هنا راكو عارفين تليفون وصوني ودرك يجاوبك درك يجاوبك. المهم الطريق طويلة، هذا انا قررت باش نمشي لوجده، مشيت نشوف المدير الجهة. فعلا تستوح اللي قالت مرحبا واش عندك؟ ها واش عندي كفكرة كانت عندي في ذاك الوقيته، ستاسيون. وعلاش فكرت في هاد ستاسيون؟ الناس نتاع الخبرة والناس اللي كتفهم في شوية في الاقتصاد، يعني حتى الناس اللي نصحتنا الله يجازيها بخير، ان الشركة منين كتمشي لها نتاع هاد نتاع ستاسيون كتعاونك ب 40% من قيمة المشروع، زائد داك المبلغ اللي كيساهم به مكتب الاستثمار، لان مكتب الاستثمار رحب زائد داك المبلغ اللي كيديرو مكتب الاستثمار، ولا خصاتك شي حاجه كيفوتوك البنك، راكو فاهمين كيفاش كدار الاجراءات. المهم السيد المدير الجهوي لمكتب الاستثمار رحب بالفكره، مرحبا انا ندعمك، هذه عافين نقدر نوصل معاك، عافين حاجه اللي غادي تجاوز الاخر غادي تفوت البنك. ان المهم المونطو ما يفوتش واحد العدد اللي يكون ضخم، ولا ما يقدش ما نقدوش، بصح الا تمشي في هذا الاطار مزيان. وصلنا للارض، قال لك اودي حنا الارض خاطينا، انا كنمول لك المشروع والشركه تعاونك ب 40%، الارض سير شوف البلديه ولا شوف الدومين الاملاك المخزنيه. اوكي مشيت البلديه جديده، هاد الناس المنتخبين جداد، مشيت عند الرئيس. اوكي دخلت حكيت له، اودي انا كمستثمر ولد البلاد وكتعرف واش كاين وعارف الظروف كامله من احتى للزين، حكيت له والله ها واش قال لي انا جيت على اساس انني غادي نستثمر وراه غادي تخدم معايا واحد 8 تاع الناس ولا، ومشروع نعيشو به كاملين عائلتي وعائلة الناس اللي غادي تخدم. واش قال لي؟ قال لي كاع الاراضي داوها الاباطره حرفيا،
عبد الله الدرويش رئيس البلديه هكا قال لي، قال لي قال الاراضي داوها الاباطره. الله ودي الهضره راه خصك تقولها للشارع، خصك تقولها للناس الساكنه اللي فوطات عليه، وخصك تزيدهم المحكمة. هادشي هذا راه دي المحكمة الضوافة، انا نريد نقولها يا ما كاين واش ما كاين حتى حاجة، ما كاينش ما كاين. قال لك سيدي حنا ما كاينش الاراضي، كلشي داوهم الاباطيل. اوكي قال لي واش عندك شي مقترحات؟ قلت له دي كاين مقترحات، كاين بليصات عارفين، هادي لا هاديك ديال البوليس، هادي لا هادي غادي يكون فيها جامع، لا هادي لا هادي. المهم سد عليا، ما خلاليش شي بلاصة إلا وكيقول لي هادي ديال هذا ولا ديال هذا. ما عندنا غرض، مشيت أنا كنبحث في الأراضي ديال الدومين. كاين الناس مودفين تاع البلدية الله يجازيهم بخير، كاينين الناس كاع من برا على قرارات تا هما كيحاولوا يتساعدوا معنا، كاين الناس سبحان الله كاين الناس كنشفوهم والناس ديالنا كيسدوا علينا. اوكي ما عندنا غرض، انا مشيت للدومين، مشيت كنقلب في الاراضي ديال الدومين، وهذا عبد الله الدرويش الرئيس نتاع البلديه الجماعه حاليا، جلست انا وياه الراس في الراس وجها لوجه، ما كاينش معنا شي حد اخر. ما دازت شي مده طويله اذا بواحد العضو راه في الفيسبوك ديالو داير ريكيلمي ولا كيقول بلي زمن الاراضي قد ولا. هذا عضو في البلديه في الجماعه الحاليه، زمن الاراضي قد ولا ودايرها تدوينه. وهاد الاراضي واش فيرما ديال باه؟ ماشي فيرما ديال باه، هادي مملكه وعندها قوانين، وانا جيت كمستثمر وجيت باش نحط الدوسي ديالي الى كاين كما كتكريو الناس، حتى انا مستعد تكري لي. ما كاملاش واحد المده ودارت الدوره وحسن الاخر فوتوا والارض. اذا زمان الاراضي ولا غير على حسن غوماتي، حسن الاخر دار الارض عادي، هذاك دار في ديالو واش هذاك محيت عنده، والله يسهل عليه. انا ما كنحسدو حتى واحد كيما بغا يكون، لكن انا اللي بغيت نعرف علاش انا زمان الاراضي ولا عليا والاراضي كتعطى لي. كنتفاجئ باللي دارت الدوره ودوزوا للسيد الارض. هذا العضو وهذا الهضره اللي كيقول والرئيس الهضره اللي خرج، يعني قال له هذا السيد ما قالش معنا، هذا راه تشهير وهذه خدمة. هذه ما عرفتش هذه الخدمة، هذه الخدمة علاش دارت؟ إذا أنا جالس أنا وياك وتنوض نتايا تشهر وتقولها لواحد آخر وهذا يمشي يدير عليا، من موراها دارت تدوينة أخرى قال والله ما تشوفها، والله ما تشوفها، وراه عندي راه عندي في 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 الاخر التدوينات اللي كان يدير، راه وحده فيهم حيدها وحده باقيه، راه باقيه شاد باقي شادها، كيقول والله ما تشوفها والله لا ديتها. واش راني نطلب عليك؟ انا راني قلت لك جيت كمستثمر ونكري نخلص داكشي اللي غادي يجيني، ماشي تجي تقول لي هاد الهضره. اذا انت يا بعدا شكون جابك؟ انت نتيجة التضحيات ديالنا، حنا ضحينا على بلادنا وضحينا ايمانا منا، ايمانا منا وبالقناعات وما نادمش، والقضية ديال البلاد كان امن بها ودخلت عن قناعة. ما حسابك راه شي واحد اللي من داك لا راه تزطام لا حكا تشمات، لا عن قناعة، عن قناعة دخلت على بلادي وما كان من حتى على واحد. بلادنا الحمد لله كان بغيوها، امنت بالقضيه ديالي، دخلت مع المناضلين، شاركت باش قديت. وانت يا التيار الانتهازي، التيار الانتهازي الحقيقي، جيتو ركبتو على الموجه،
لان الرفاق كل شيء تمنع، جاء المنع انت، صدرت حق التصويت، صدرت حق الترشح، صدرت حق العيش الكريم، صدرت كاع الحقوق تصادرت. واش تبقى؟ واش تبقى؟ واش تخليتو لنا؟ خليتو مهما كتعرفش مورا، عطينا الرصيد ديالك وروح حكم، حكم كي بغيت انت، دي الارض اللي بغيت واعطي لمن بغيت، وزع كيما بغيت هاد الفيرما ديال باك، وزع فيها كي بغيت، الى 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 فعلا هي فيرما ديالك وكتحلف علينا الله، وزعها كي بغيت. فين كنت انت يا منين كانوا يطردقوا البيبة؟ كنت تقدر دير تدوينه وحده تقول ننتد ولا نشجب، ولا نشجب هاد الاعمال، ها تلقى راسك، تلقى راسك ما نعرف فين، ودركا وليتو كتحلو فوامكم. انا اختلفت معاكم، حريتي، اعتقاداتي، انا اختلفت معاكم، كنقولها ونعاود، انا اختاريت هاد الطريق، شغلي هذاك باش تجي نتايا تعري لي كتافي، تعري لي ظهري. علاش؟ علاش؟ علاش زعما؟ واش كتقولوا؟ حتى بعض المعتقلين، بعض الرفاق، هما اللي يدفعوا لها الطريق والتشهير، وراه بغا ستاسيون، وراه بغا، ومن بعد واش غادي تعطيني من جيبك؟ واش انا كنحسد شي واحد؟ واش هاد التفكير اللي راكو تفكروه، اللي كتفكروه؟ انا اختلفت معاك، اختلفت معاك في الطريق اللي شديتو، قناعاتي هادي ما نبدلهاش، وشغلي فين راني غادي، وانت يا شغلك فين راك؟ امنت بالتغيير من داخل المؤسسه، الله يسهل عليك، الله يسهل عليك. علاش كتدخل لي انا في حياتي؟ علاش كتدخل لي لا دير فعل في فين عندك البروبليم؟ انايا نأيدك في الدبيز ديالك، لا نغيروا الوجوه. ها التغيير ديال الوجوه واش تجاب؟ تغيروا الوجوه، ها التغيير ديال الوجوه. وشغلك هذاك، وشغلك هذاك اخويا، لكم 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 طريقكم ولي طريقي. انا امنت بها الطريق، صعيب وشاق فعلا وشاده، خط كنشوفه صحيح، انت يا كتشوف الطريق ديالك صحيحه، سير فيها. علاش كتجبني؟ ياك الحريه كاينه، كيكفل لها الدستور، وانا راني كان في هذا المجال اللي كيتم، اللي كاين تاع الحريه في هذا الهامش، فيه كنشتغل، وايماني بقضيتي ما غاديش تحيدوا لي من دماغي، ولا غادي تحيدوا لي من حياتي. واش هاد الشيء هذا؟ العبث، هذا هو العبث. هادو الناس اللي كنستناوهم يشتغلوا ويديروا ويوقفوا مع البلاد، هما اللي واقفين. واش هاد؟ لهذا غادي نحاول انني نفوت نتجاوز هاد الناس، هاد المسائل نتاع القناعات ما تعاودوش تهضر عليها، ما تعاودوش تهضروا عليها، سيروا كي بغيتوا، وكل واحد كيامن بافكاره. حنا ولاد البلاد، انا ولد البلاد، ولد الجراده، ما نقدرش انا نخسر مع شي واحد نفوت عليهم يبقى يدفلوا عليا ولا ينعلوني. شغلي هذا، نختار فين بغيت، وكان امن بالقضايا الحقيقيه العادله والمشروعه، ورحنا كنناضلوا حتى نوصلوا فين نقدروا نوصلوا، ونهار نموتوا راه كاين، راه الطريق راه كتمشى. هذه هي لافي، الحياه راه تستمر. لهذا كنقول لهاد الناس، انتوما انتهازيين من درجة ضابط، وبعض المعتقلين اللي كيخدموا خدمة البوليس السياسي، هذا راه ماشي خدمة، راه خدمة البوليس السياسي، انك تعري الانسان لا حقا، هذا ما امنش، وهذا امن، وهذا شغلك هذاك، امن باش بغيت، اعتقد واش بغيت، فوتني عليك، فوتني عليك. انا كان امن بقضيتي، وكان امن بافكاري، ماشي شغلك فيا. لهذا غادي نحاول انني نختصر الموضوع، قررت انني نعتصم، وغادي نخذ الاعتصام ديالي ان شاء الله من امام مقر ولايه وجده. علاش؟ لان هادو قطعت ليا، واخا راني راكو عارف، بلا ما نبقى عاود ربما نقول شي هضره اللي غادي نبلع على راسي، ولا راني عارف واش كاين. يعني نزيد نحاول نعرف بالاخر، انا الوالد ديالي 43 عام خدم في جراد، مات في جراد منابري، خدم 43 سنه بالكنزينه حتى بدا التقاعد بالكنزينه،
سبعة ديال الخوت، واحد ما خدامش، واحد ما خدمش تو الدار ولا خدم مع في الدولة، واحد ما داش مبادرة ولا درهم، ما كايناش حاجة. ديبلومي في 93، ربما في 93 كاين شي مسؤولين وشي وحدين اللي راهم يحسبوا على رصانهم، راهم كانوا عاد أطفال وناضلت على بلادي وكان آمن بالقضايا ديالي. في 2002 طالبت بالبديل الاقتصادي ورحت للأرشيف، راه ديجا شفت أنني هدرت على، كنت عاد شاب أنا ذاك، البديل الاقتصادي والمحاسبة في 2002. في 2002 ربما كاين شي وحدين راه لسانهم طويل كيطاولوا علينا، راه في 2002 طالبنا بالبديل الاقتصادي والتغيير اللي كنا نحلموا به وكنا نترجاوه في الحراك وما بعد الحراك، راه ماشي هو تقول لي نغير الوجوه. الا كنت باغي تغيير الوجوه شغلك هذا، انا راه ماشي كيف كيف، ما تسمح لي الشي هذا كيبان لي ماشي تلتم. لهذا قررت انني نمشي نعتصم، نبحث على حقي. الوقيته اللي دارت مشيت لهذا، مشيت للدومين، قلبت في الدومين، لقيت واحد الارض، ديت لهم الملف ديالي حطيته لهم، قالوا لي غادي يردوا عليك يكون الخير. الوقيته اللي ردوا عليا بالرفض، رفضوا. علاش ما قالوا ليش الملاحظه ديالهم؟ علاش ما قالوا؟ بقيت كنبحث. الناس اللي كتفهم في هذا قال لك اودي القانون كيقول، القانون واضح كيقول باللي من حقك، وخصهم يقولوا لك الملاحظ، ومن حقك تديها للمشروع. وبدلت المشروع نتاع الستاسيون، قال لك ما يندارش على الاراضي ديال الدومين، لان البلديه سدت عليا الدومين، ما كتقبلش ان الارض ديالها تدار فوقها. قالوا لي بدلت، دفعت الملف. مؤخرا جا الرفض، علاش ما نعرف. اللي كنصوني له كيقول لي ما نعرف، واللي ما كيجاوبش في التليفون ما نعرف. هذا ما نعرف انا فين وصلت. وما كيقول لك كيتلقى الارض، احنا غادي نقولوا لك واللي بقى نفوتوك البنكة، وراكو عارفين هذا اشراق وهذا الاخر البرنامج اللي راهم دايرين، البرامج اللي دايرين، يعني هذا ها فين يقدروا يوصلوا معاك. زائد الى خصاتك شي حاجه تفوت البنكة كتدي المشروع ديالك، لان انا كنشوف راسي كبرت على الوظيفه ولا غادي يشوف، وراه الدراري راه قطعوا اشواط على الخدم وما كانش اللي يخدم، وباش ما يزيدوش عاد يبقاو يطرطروا ولا ما كاينش حقه والخدمه راه ما كاينش. انا مباشره مشروع نعيش به انا وليداتي، حقي في العيش الكريم. رحنا عائله كامله ساكنين في دار واحده، باقيين ساكنين في دار الوراثه مع 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 الشيبانيه الله يطول عمرها. راه والو، راه لولا التكافل راه نكونوا نطلبوا، راه ما نعرفوش تبغي غادي نقول لكم فايت. لهذا كنطلب من الناس المسؤولين يشوفوا لهاد الملفات، وانا كنهضر على الملف ديالي، خاصة الملف ديالي. واش ما من حقيش نعيش العيش الكريم؟ واش ما من حقناش نعيش مواطنين عاديين بسطاء؟ ما كنسعى والو. حامل فكر بقى. واش من فكر كاين؟ معتقدات، ما غاديش تقدر تهرس لي دماغي وتفجرها ولا. عادي مواطن مغربي عادي، اعطيني باش نعيش. قال لها بو بمارة give me the food and let me go، اعطيني ناكل وخليني نمشي. ما طالب منك انا لا داك الشيء ديال التكارير، خليوه عندك. ولنا لقاء ان شاء الله في لايف اخر، غادي نفصلو بشي حوايج، غادي نهضرو مزيان، نوضحو بزاف نتاع الامور. الاختلافات اللي واقعه في ما هو سياسي، تفرضت علينا السياسه كنا معتقلين، راك تعتقل تفرضت عليك السياسه. اوكي، بعض الحوايج اللي راه واقع عليها الله راه غادي
نحاولوا نديروها وان شاء الله نطلع معايا معتقلين، خاصة جوج ثمانية. عقلوا معايا على هاد جوج ثمانية، جوج ثمانية لحقاش هادو اللي كيطاولوا، وهادو التيار الانتهازي اللي كان يناضل بالفيسبوك مدرك تحت الكاشة وجاي ليهم يشد الحكام ويتفهم ويقول لي واش تا خصني ندير واش تا ما خصنيش ندير وهادي وهادي، ويبقى هو مسلوب الحرية اصلا. هو ما انا كيبان لي مسكين غير ما مستقلش، ما مستقلش ذاتيا لا في قراراته ولا في هذا. لزم حدودك، هادشي اللي كنقول لك، لزم حدودك. وغادي هاد جوج ثمانية عقل عليها مزيان، غادي نقول لكم المناضلين تاع الفيسبوك، غادي نقول لكم ان شاء الله هاد جوج ثمانية واش تصرا فيها، واذا امكن يطلعوا المعتقلين معايا اللي بغى يطلع يحكي على جوج ثمانية واش تصرا فيها، باش تشوفوا المعاناة اللي عانيناها ذاك النهار، والاوصاف اللي توصفنا بها والعائلات. راه هاد التضحيه، راه التضحيه ديالنا كاملين. حنا كنا في المعتقل، والدينا وعائلاتنا كانوا يعانيوا، وتا الشعب الناس اجرى دارها كانت عليها الغمه. كل شيء كلا معنا الدق، كل شيء كلا الدق. هاد الشيء هذا راه حنا عائله وحده، عائله وحده اجرى دار، حنا كاملين عائله وحده. وهذا هو الزين فينا، اننا الحمد لله يد وحده. لهذا كنقول لهاد المناضلين تاع الفيسبوك، التيار الانتهازي، عرفوا واش راك دير، عرفوا واش راك دير. هاد الارض راها شريفه، والمواضيع الاخرى غادي ان شاء الله نرتبوا لها، ومن هنا قصايدا نبقاو نتواصلوا عن طريق هذا المباشر، ونوضحوا بزاف نتاع الامور. واللي غادي نختم به، غادي نقول لكم واحد المقوله مشهوره: الرجال يصنعون التاريخ، والجبناء يهرولون نحو مكاتب الاقتراع. معتقداتي، حريتي في التفكير الا بغيت تصادرها راه هي اللي باقيه يعني. روحوا صادروها، صادرتوا كلش، بقات لكم هذه، روحوا صادروها. ولهذا كندعيكم ان شاء الله لقاء اخر، وكنطلب منكم تدعمونا في هذه المعركه باش ننتزعوا حقنا في العيش الكريم. وشكرا.